اي ثيرمودايناميك سيستم عشان يتحقق لازم في شرطين ان يتحقق عشان انه يحقق الفيرست لو ثيرمودايناميكس والسكند لو ثيرمودايناميكس. لو حقق واحد والتاني لا يبقى ده لا يمكن يحصل. الثيرمودايناميك سيستم ده خيالي ما يحصلش. واحنا في اخر الشابتر هنخش نشوف حاجه اسمها بيرتشوال موشن ماشين، ان في ناس بتعمل اختراعات فنيجي نشوف الاختراع بتاعه هل بيحقق الفيرست لو؟ بعد ما اطمنا انه حقق الفيرست لو هل بيحقق السكند لو؟ لو ما حققش واحد فيهم يبقى اختراعه ده بايظ وما ينفعش، ما ينفعش انه ينفذه. مش كده؟ زي واحد يقول لك انا اعمل عربيه تمشي بالميه، واحد يقول لك انا اعمل عربيه اجيب كومبريسور اشحنه هواء واشغل بيه العربيه وهو يشغل نفسه بعد كده، العربيه تشغل نفسها بعد. يعني في افكار من دي كتير كلها في الاخر خيالات، وفي الاخر بتطبق الفيرست لو بتطبق السكند لو. اذا ما حققش الاثنين يبقى لا يمكن السيستم اللي هو بيقدمه ده ينفع. وكون لو يعني قانون، يعني بنقول فيرست لو يعني ده قانون، ما ينفعش حد ينفذ السيستم من غير ما القانون ده يتحقق، والا يبقى ما ينفعش. الفيرست لو ثيرمودايناميكس احنا قلنا ده الكونسرفيشن بنش، بيتكلم عن الكونسرفيشن بنش. ولما طبقناه على الكلوز سيستم لقينا ان هو بيقول ايه؟ كيو ناقص دبليو بتساوي دلتا يو زائد دلتا كاينتيك انرجي زائد دلتا بوتنشال انرجي. وشرحنا الكلام ده يعني لما طبقناها على الاوبن سيستم، ده ممكن يمشي على البروسس، مش طبقناها على الايه؟ ايزوكوريك بروسس، ايزوباريك بروسس، ايزوثيرمال بروسس، ايزوتروبيك بروسس. يبقى ده كان بيتطبق على ايه؟ على بروسيسز. بروسس يعني ايه؟ لو عندي تانك واديته حراره يبقى ايه اللي هيحصل؟ البريشر هيزيد. والبروسيس دي هتبقى كونستنت بريشر بروسيس. مش كده؟ طبقناها ورسمناها على الدي دياجرام وشفنا انه ده هيديني ان كيو بتساوي الماس في السي في بدلتا تي، وانه السي في كده هي عباره عن ايه؟ دي يو باي دي تي، او اليو عباره عن سي في في تي. يعني طلعنا منها قوانين. لما طبقنا على الاوبن سيستم لقينا ان كيو دوت ناقص دبليو دوت، ولما قلت كيو دوت يعني سيجما كيو دوت، يعني مجموع الحراره اللي ابلايد داخله وخارجه. وده كيو دوت نفس الكلام، مجموع الحراره داخله الورك داخله وخارجه بتساوي ام دوت في دلتا اتش. دخلنا هنا حاجه جديده اللي هي دلتا اتش، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجتين، مجموع حاجتين، الانترنال انرجي والفلورك اللي هو البريشر في البول. اوكي؟ زائد نفس الكاينتيك انرجي بس سمول ليترز، زائد البوتنشال انرجي برضه سمول ليترز. ولما طبقناه على السايكلز وقلنا انا عندي تو سايكلز شغال عليهم، اللي هو ريفريجريشن سايكل وهيت انرجي سايكل، لقينا ان سيجما كيو ناقص سيجما دبليو بتساوي صفر. ده الكلام اللي قلناه في الفيرست لو اوف ثيرمودايناميكس.